قابلت وليه هنا اسمها اعتماد شبه الهدهد كده طالع لها بتاعي. طب بقول لك ايه يا حسن؟ ايه؟ ما تيجي نسيبنا من عيد ميلاد ده ونروح على البيت. لا بيت ايه هنا احسن؟ مش هروح البيت انا. حسن انا مراتك يا حسن. ما انا عارف ان انت زفتتي، انا مش قادر اتخيل وربنا ما قادر اتخيل ازاي يا حسن بتعملي لي كده؟ وايه الوقفه اللي انت واقفاها دي؟ مش قادر اتخيل سيد صاحبي حبيبي كنا بنلعب مع بعض على القهوه يعمل عمليه ويقلب ويبقى مراتي ازاي؟ ازاي؟ ليه؟ ليه ابو السيد كده؟ في ايه؟ في ايه يا حسن مالك؟ في ايه يا ابو السيد؟ انا مش عارف اتعامل معاك، كل لما اجي اقرب عشان ابوسك الاقي الشنب طلع. الشنب اللي هو بتاع احمد عبد العزيز العريض ده. اقرب عشان ابوسك الاقي دقن طلعت. اقرب عشان ابوسك الاقي مش هينفع يا سيد. وربنا ما هينفع. حسن انا عملت كل ده يا سنسنتي عشان بحبك، عشان اعرف اتجوزك. انت فرحانه وبتتباهى يا سيد بايه؟ يعني انت لو عجبك كلب في الشارع هتقلب كلب عشانه؟ طب انا بحب السحالة هتقلبي سحلية؟ على فكرة يا حسن انت مقصر معايا قوي الفترة دي. لا انا مش مقصر، مش لسه جايب لك امبارح مكنة جلت عشان تحلقي دقني؟ انا قصدي ان انت ما بقتش بتعمل لي حاجات حلوة زي الاول. لا يا اختي بعمل لك حاجات حلوة زي الاول. بعمل لك، مش انا اصلا قالب راجل عشانك وعشان نتجوز؟ مش عارف انا ايه الهم ده يا رب، ما انت كنت راجل وانا كنت ست وزي الفل وعسل عسل، ليه نقعد نتشقلب عند الدكاترة؟ طب بقول لك ايه، جبت هديه للبنت زينب؟ اه جبت لها ايه؟ جبت لها ايه؟ جبت لها خاتم ذهب زي السبوع كده. ايه؟ ده كتير قوي. لا مش كتير ولا حاجه، ده خاتم عبيط ب 5000 جنيه. طب بقول لك ايه، بكره تجيب لي خاتم عبيط زيه بفص اهبل. حاضر. اجيب لك خاتم عبيط بفص اهبل من واحد بيستهبل، حلو كده؟ حلو يا اخويا يلا. اتفضل يا سيد. اتفضل، ثانيه واحده يا سيد، ثانيه واحده. ليديز فيرست. محمود انت فين يا محمود؟ اوعى يا محمود انت فين يا محمود بقى؟ يا راجل بس بقى انت فين قول لي؟ انا اهو اهو محمود. انا اهو قفشتك يا بنت اللذينة. يلا فكني بقى. لا مش هفكك، فكك مني. لا فكني يا محمود، انت اللي عليك الدور، انا قفشتك. ما احنا الصراحه ما بنلعبش. امال احنا ايه؟ انا ربطك عشان انت عينيكي وحشه وبتحسدي. ايه انا بحسد يا محمود؟ اه بتقول على مراتك حبيبتك ان هي بتحسد يا محمود؟ اه محمود فكني يا محمود بقى. لا مش هفكك عشان خاطري، فكني. عليا الطلاق منك ما هفك. انت بتحلف بالطلاق يا محمود؟ وطي صوتك عشان صحابات الفيلا. فيلا؟ هو احنا في فيلا؟ يا ريتني ما اقول. يا لهوي، ده الملك والملكوت، دي الفلة في المنافلة، والمحشي استوى في الحلة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البرواز الجامد قوي ده؟ وقعت شلون؟ مش مشكلة شفت؟ بصي البقيتة دي باظت، دي كريستال عصفور. الحمد لله لحقتها. مش مشكلة، اللي وراه اجمد منها، اللي وراه مفيش كل. ما لحقتهاش. يا ترى ايه اللي بيحصل؟ ايه ده هما بيقعوا ليه كده يا محمود؟ في ايه؟ بيقعوا ليه؟ ده انا هقول لك ثانية واحدة لحسن الناس هيطردوني، ثانية واحدة. في ايه يا حبيبي يا بس؟ يا نهار اسود. ايه؟ استني كده، مفيش حد هياخد باله. لا يا ولية حرام عليكي، بطلي حسد، عينيكي مدورة ومقورة. حسد ايه يا حبيبي؟ الكلام ده كان زمان. بص انا افهمك. قول. انا بنت خالتي زمان كانت عاملة لي عمل، اكمني الرجالة كلها كانت بتلف ورايا انا وسايباها هي. فقامت عملت لي عمل، كل ما ابص لحاجه اقسمها اربع ارباع، بس الحمد لله اتحسنت دلوقتي. ايه ده اتحسنت ازاي؟ ابص لحاجه في لقها اتنين. ده انت اتحسنتي جامد بقى. اه طبعا. اتطورت قوي. ايه يا حبيبي في ايه؟ دي فيلا. ايه يعني برواز وقع ولا فازه وقعت؟ ده لسه في جنينه وفي بسين. البسين اتخرم. البسين اتخرم. خرمت البسين؟ خرمت البسين وبتعملي كده؟ ده انا اللي مرعوب منك. انت بتعملي كده؟ ايه الطيبه اللي في قلبك دي؟ ثانيه واحده. ايه؟ الحمد لله ان الحاجات دي كلها جت في جماد، اهم حاجه البشر. فانا عشان خايف على البشر. ثانيه واحده. ثانيه واحده يا لهوي عليا. ثانيه واحده، البتاع مسك في بعضه.
الله يخرب بيتك حتى انا احتست. البسي يا حبيبتي. ايه ده؟ الله. وثواني هروح اجيب خطاط واجي. ليه؟ هكتب هنا العين فلقت الحجر. وورا هكتب الاميره منى والامير حسن ما تسوقش بسرعه يا بابا. هو انا تيوتا يا محمود؟ في ايه اللي انت بتقوله؟ انت مجنون يا محمود؟ يا حبيبتي انا خايف على صحابات الفيلا والله. صحابات فيلا ايه وكلام فاضي ايه بس اللي انت بتقوله ده؟ هي دي زينب؟ لا لهوي. بص شعرها يا محمود. لا دي شعرها لحد هنا. دي بتلف بيها نايمه دي ولا ايه؟ دي عامله زي البنت اللي بتطلع في اعلان دبر امله. حقيقة؟ يا يهوي دي اللي بتطلع في دبر أملة؟ دي بقت جابر أملة. يا لهوي. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ مالك؟ مالك؟ قص شوية يا حسن. ماله قص شوية؟ قص شوية حيائي إشاعي. ايه؟ قص شوية حيائي إشاعي. قص شوية حيائي إشاعي؟ ده حيائي إشانك مش شعي. الحق بتقول لك الشوي حيائي شعي. يا حيوم. يا يهوي. يا خيوبي. يا خياشي. يا يهوي عيايا. يا حيوم عليكم ويوي. ايه يا جماعه في ايه؟ حرام عليكم. بقول لك ايه؟ تعرفي تقولي ارنب انور في منورنا وارنبنا في منور انور؟ تكلفه؟ ايه؟ اه معلش ده من وانا في حضانه دي معرفون منها. ماشي خلاص. بلا ارنبنا بلا انور بلا. ماشي. اسمعي واحده سهله وبسيطه. أمر أمير الأمراء بحفر سفينة في الصحراء، كم رأي في ذلك؟ يا جدعان حرام عليكم، أنتوا بتعجزوها، الولاية لدغة في الريها، نعمل هنقتلها. بقول لك إيه؟ قولي بابا جاب لي حسنة اتمشكحبه، لو ما اتمشكحتبوش مين يتمشكحبه؟ دي أسهل وما فيهاش ريه. قولي لا لا لا، قولي قفص بصل وقفص عصب، قفص البصل رفص، قفص العصب رفص، يقدر قفص العصب يرفص، قفص البصل رفص زي ما قفص البصل رفص. اختار انت بقى واحده من كل الحاجات دي. قول شاي بوس. ده بيقع. ركبي شاي مستعاي. ما خلاص يا زينب دي حته صغيره، تعالي انا اعملها لك. بالراحه بالراحه. تعالي يا زينب بالراحه. سالي بالراحه على الولية يا سالي. تعالي يلا الزنوبة. بقول لك ايه يا زينب؟ اتفين البتاع اللي وقعت دي عشان ما يطلعش امل ويقرفنا، مش ناقص قرف. حرقتي شعر الولية؟ الطيبه دي يا بنت دي الطيبه دي. هو ده مش واكل خالص؟ مش جايب؟ ثانيه واحده خطه البديله. يا رب. ها يا رب ده يجيب نتيجه. ماشي. والنبي ما تبصش لحد. حاضر. ثواني نشوف بقى الناس بقى صحابات الفيلم. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. زي حضرتك يا مراد بيه، انا فرحان وسعيد ان انا جاي عيد ميلاد حضرتك. اهلا وسهلا. ملحوظه بس، انا مش مراد بيه. اه انت من الناس اللي ما بيحبوش التكليف والحاجات. ماشي يا مراد. انت راجل مهزأ. بقول لك انا مش مراد نفسه، مش الفكره في اللقب، انا مش مراد. بس عرفتك انت اصلا ابنه عشان فيك شبه منه. كالبوزه 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 كالبوزه. انت تعرف مراد عشان تعرف ان انا فيها شبه منه؟ لا. طب امال ايه يا عم؟ انت مجنون. امال حضرتك مين؟ انا حسن. وانا محمود. اهلا وسهلا. زي حضرتك. عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله. تمام. انت معزوم هنا معانا؟ لا الصراحه احنا ما بنتعزمش، احنا بنيجي زط كده. زط؟ اه يعني بص، نلبس انا والمدام كده ونتشيك زي ما حضرتك شايف، وننزل بقى نلف بقى على البوفيهات، على الموالد، على الافراح، وفي رمضان ربنا بيكرم بموائد رحمه. طب وشغال ايه بقى على كده؟ انا غطاس. غطاس؟ اه. بتعمل دايفنج بقى وسنوركلينج وشرم والغردقه والحاجات الحلوه دي؟ هو دايفنج وسنوركلينج برضه، بس مش في شرم والغردقه. امال في ايه؟ في ابو قتاته بقى، كوم الشقافه، ميت كنافه. ثانيه واحده. اه. انت دكتور غطاس ايه بالظبط؟ انا غطاس مجاري. ايه التباهي والتفشخر اللي انت فيه ده؟ ده غطاس مجاري يعني بتعوم في بيبيه. يعني معفن بتعوم في بلاليه. مفيش الكلام ده يا حبيبي، انا مسميني في منطقتنا ابو هيف البلعات. لعلمك يا استاذ، جوزي ده بياخدني في السيف ونختص مع بعض. نلبس المايوهات ونفط في البلعات. انت فاكر ايه يا فندم؟ هو انا بعوم كده زي الناس الهبل؟ لا ما بتعومش كده، بتبيك كده وبتبيك كده وبتمشي. مفيش الكلام ده يا حبيبي، انا بعوم كده. وارجع كده وارجع كده. بس وصلت البراميل خلاص. بس وعندي محل كاتب عليه بي 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 واو. لا
واضح ان العفنه في مقصله. بسم الله ما شاء الله. انا بس عايز اسال حضرتك شغال ايه؟ انا دكتور عيون. دكتور عيون؟ ده انت جيت لي في الوقت اللي هو يا ابن اللذينه. ايه في ايه؟ دكتور عيون بجد؟ اه والله. ده انت خد التقيله بقى. لا انا بتاع التقيل. صح صح، بلاش التقيل، خد الخفيفه بقى. انا دكتور عيون واكبر مستورد للعيون في مصر كلها. بتستورد عيون؟ اه لسه جاي لي حتى طلبيه اول امبارح، في جوز زرق جمال جدا جاي لي، وفي جوز عسلي وجوز بينك كده، وجاي لي جوز ذهبي كده، ذهبي بتالك بقى فظاع. عندك عين عميه؟ عين عميه خالص. اه لحد يعز عليا مش عايزه يشوف تاني. بسيطه، نركب له عين جمل، عين جمل هنا وعين جمل هنا، ونجيب بندقتين نحط له بندقيه هنا وبندقيه هنا، وندهن عليهم جيلي تمام، ونجيب بقى ايه كريم شانتيه، ونقوم باصين هنا شويه وباصين هنا شويه، بحيث يبقى فيه ايه اللي هو البسبوز الجميل ده هنا وبسبوز جميل هنا، ونجيب بقى شاليمو ونقوم ظابطين واحده هنا واحده هنا، ونقوم جايبين كريز حاطين هنا وهنا. ده مش دكتور، ده حلواني. ايه يا محمود؟ في ايه يا محمود؟ تعالى كده لو سمحت. بقول لك ايه يا دكتور العيون، الاقيش عندك جزء عيون رمادي 37؟ عايزاها بربط ولا بنص؟ احترمي نفسك يا وليه. ايه ده ايه ده؟ بقول لك دكتور عيون مش تاجر جزم. انا محمود هو بيكلمني كده ليه؟ معلش انا اسف. عامل معاه صح ده ولا ايه؟ خلاص. إيه انت يا نيله بصي لي هنا. نعم. اوه اوه ايه؟ اوه 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 اوه. يا لهو يا خرابي، ايه ده؟ ايه انت جبتها منين دي؟ ده انا مجمعها. دي فظيعه، اخيرا لقيتك بقى. بصي بصي، احنا هنتجوز، نتجوز انا وانت، مش هطلق سيد ونتجوز انا وانت. لا تمام؟ انا افهمك اهو. انا اللي هفهمك، انا بدور عليكي من زمان. سيد ده بقى شبه زي الستات كلها عادي كده، لكن انت حاجه سبيشال اوردر. لا ما هو مش هينفع، انا افهمك ليه. اسمعي انت مني، هنتجوز بقى وتنتني. لا لا دين ده والحاجات دي هنبسط. يا محمود قول له حاجه. هطلب ايدك من الهفا اللي قاعد جنبك ده، اللي هو اخوكي ده، هطلب ايدك منه ونتجوز. ثواني، هتعرف مين الهفا يا بيه؟ ثانيه واحده بس، هنتجوز ماشي. يلا بقى مينا. لا لا لا، ايه ده محمود؟ محمود ايه ده يا محمود؟ هي الناس دي بتبصلي كده ليه؟ ديكي بقى كده في ايديا، افتح عزوزها وانا ملوش عوز، هتحسي بيا يا استاكوز. يا لهوي بالي ما تيجي اقول، ده انا شفت ياما ولا شفت زي. يا لهوي بالي بالي ما تيجي اقول، ده انا شفت ياما ولا شفت زي. وانت راجعه بقد انتظار، والله كنت هتقلب على ده. ايه على العبط محمود؟ ايه انت طالق؟ انا هاخد ده. تعالى تعالى يا وحش، تعالى لي كده بقى. ايوه جميل، ايوه كده. هو بيرقص؟ ايه ده؟ ايه الطاقه اللي انت فيها دي يا شيخ؟ ايه ازاي؟ بص ايدي عامله ازاي، بص ايده. اهرب. بص شعره يا محمود. اهرب. ولع عينيه يا حبيبي. يا لهو على خدوده. يا لهو، ده انت عليك. ايه ده؟ في ايه؟ بص سمنته هو بيرقص، ده عليه سمانه. ايه ده يا ترى؟ ايه اللي حصل؟ قتلت الراجل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حسن حسن. هو اسمه حسن؟ اه. سيبهولي انا بقى. سلامتها ام حسن ميلان ومن حسن، وسلامتك يا حسن من الدب اللي حسن. سلامتها 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 ام حسن. وتواجن يا اختالي. عشر تسعمية عندك يا أم حسن. يا أم حسن، هو أنت بتاكل من أم حسن؟ أم حسن دي أمي. عشان كده كرشك جالي بالزبادي. أبوس إيدك؟ لا لا، ده أنت كرشك مش طبيعي. كرشي لا، هيقع يا وليا. لا هو ده. كيف أنا عملت بيبي على نفسي ولا إيه؟ أيوة بقى. كيف
ورايا كده هيجيلي جصاص يا مفترية. مش انت؟ لا 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 كرش، بس شوف بص يا محمود كرش، بص بتاع بص الحمام حمام، عايز اروح الحمام. افتح جيبك افتح جيبك، اعمل بيبي 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 والمصحف يختل بيبي. اوعى الحياة يا رب اللي باقي الحياة يا رب. انا هعمل بيبي في الجنينة بره. اعمل في الجنينة هتجنني ام الحركة دي، دي بتقول حاجة تبط. انت ده مش واكل معاك خالص الحاجات دي ما بتاكل. يا رب الخطة البديلة ان شاء الله البولغة تجيب حاجة معاك. شبشب زنوبة يا محمود ان شاء الله. يعني ده اللي هيجيب نتيجة؟ يعني قالوا لي كده ده اللي هيجيب نتيجة. ماشي يا محمود ان شاء الله. مش الناس الجامدة دي ابوس ايدك، دول اللي فاضلين لنا. ايه دي احسدين انا. يلا 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 على الجنينه. يلا ده بقول لك في جنينه حلوه قوي هنا. بص سد لابسه، يلا سد لابسه حلوه قوي. اديك ابن الرصيه سد. ايه الناس اللي فوق حبايبنا؟ هيقعوا بالبتاع والله هيقعوا. انا اسف ليك. خش جوه يا بابا. مراد يا مراد، انت فين يا مراد؟ انت فين يا دكتور؟ اتأخرت ليه يا دكتور؟ جايبني على ملا وشي ليه يا مراد؟ انا متبهدل يا دكتور. في ايه بس؟ مراتي فتحاني ومبهدلاني مع الناس كلها باللدغة بتاعتها دي. طب ما تجيبوا لها دكتور. انت اهبل ولا ايه؟ امال انت جاي تعمل ايه دلوقتي؟ الحروف الابجديه كم حرف؟ 28 حرف. طب ما ليه حق تتلخبط؟ والله 28 حرف ده كتير قوي. كويس انها حفظتهم. انت جاي تعالجها ولا تستهبل؟ خلينا نناقش الموضوع بالنظريه والحل. دلوقتي عندها كم حرف بايظ؟ 2. بقى كم ال 28؟ 26. طب ما ده سن كويس للجواز. انتوا متجوزين؟ انا مش ناقص شلل يا دكتور جنينا. انا بس عايز افهم، انتوا خلفتوا حاجه ولا لسه؟ خلفنا ايه؟ خلفتوا حاجه ولا لسه؟ لا ما خلفناش. لو ما خلفتوش ما تجي لي العياده بقى احشي لك الضرس الفوقاني ده. وبعدين انا جبت جهاز ممتاز والله. انت دكتور ايه يا رب؟ انا ايه بقول لك ايه، ركز معايا. انا عايزك تلصمها لي بس ان شاء الله نص ساعه نعدي العيد ميلاد. لا شوف اي حل، بس عايزها تنطق عادي. الناس بتتريق عليها وبتقعد تعيط وانا اقعد ادادي فيها والحاجات دي. مراد اطمن يا مراد اطمن، انا هديها علاج مؤقت بس يمشيها بس فتره العيد ميلاد. اما نشوف بهبلك ده هتعمل ايه. هي فين؟ هي في اوضه المكتب. تعالى معايا. طيب ماشي. السودانيه الفوليه اللذيذه حلاوه طنطا مشبه. السودانية الفورية اللذيذة حلاوة طمطم شبك. واحد زي من أم الشغل في المكان ده، ناس بخلة وسحتجية. كل ما أقول لهم هات جنيه يا باشا، التانية تقول له مياد لا يا مياد أوعى، يقول له جوجو جوجو معاقين والمصحف. أما نادي الزفتة دي برضو تساعدني. اعتماد اعتماد، الراجل ده عليه صوت مش طبيعي. اعتماد مال صوتك يا حاج؟ ايه ده انت ايه ده انت براكب مكبر صوت يا عم انت ولا ايه؟ قول لي ايه اللي حصل يا حاج؟ ايه ايه هو ايه اللي حصل لصوتي؟ انت شارب ايه اليوم ولا ايه؟ ده انا شارب شاي عادي والله، بس شكله شاي العروسه. دول بقى شرحان ونفيزه بجد. الله يخرب بيتك، عملت فيهم ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا اسف يا جماعه، هي حاله بسيطه. هو انا عملت ايه؟ طيب هدور في الشنطه واجيب المفيد. طيب ماشي. ثانيه واحده بس دي كده، ربنا يكرم يا رب ان شاء الله. معلش عشان الشمس بتحرق عينيها بس. سلام عليكم. وعليكم السلام. لا حول ولا قوه. بص الراجل ده لابس ايه؟ انا اسفين اسفين. تعال اكل دماغي. عايزين ننادي على الضيوف يا جماعه عشان التورته. يا زينب يا زوزه. ايوه يا مراد. ايه ايه؟ ايوه يا مراد، عايزه اقول لك على حاجه مهمه. انت بتقولي ايه؟ مراد مراد، انا خفيت يا مراد. عملها اللهبل. هو فين الدكتور؟ هو فين الدكتور؟ هو فين يخرب بيته؟ ده عمل معجزه.
هو فين انا كنت دكتور. يا عظيم يا عظيم، انا اللي كنت بقول لك عليه اهبل. ابوس ابوس، انت عظيم. الف مبروك يا مياد. ميادك بقى الساخ سليم من النهارده، مفيش فس. انت ضحيت بنفسك يا دكتور. طب والحاله دي هتستمر تمام كده؟ خلاص خفت خالص؟ يا الحاله دي مؤقته. مؤقته ماشي، كتر خيرك والله. يعني اتكل انت على الله بقى. يلا سلام عليكم. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. يلا نص ساعه كده عشان بس الضيوف. زي ما كنت تعبان وارتحت الحمد لله. الحاله كانت صعبه والحمد لله. ازيك يا مراد؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. انا زعيانه من ايه؟ ايه دي راحت؟ زعيانه ايه؟ عشان انت اتيقت عيايه ما قلتلك السجواي حيائي شعي. انت عامله محمد هنيدي فتاه رهيبه. ايه ده اللي انت بتعمل؟ ايه حمام؟ طب روح الجنينه هناك. الجنينه؟ اه بس اوعى تزروت حاجه. لا هحفر حفره واعمل فيها ورد بعد ما اخلص. لا حمام. امال فين الناس؟ يلا يا جماعه المعازيم فين يا جماعه عشان التورته؟ هما فين؟ احنا هنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه ده؟ ليه حضرتك مخبي المدام كده؟ اصل احنا صعايده وحرمنا ما تتكشفش على حد. يا راجل حرام عليك، بلاش تقفيل، خلي الست تسلم علينا يا اخي. ما هو ما ينفعش تسلم عليك لمصلحتي يا اخي. احنا ناكل لقمه ونغور في داهيه. لا يا استاذ عيب، انتوا ضيوفنا. لا لا ارجوك اوعى عشان اسلم على المدام. مساء الخير. اوبا بسم الله ما شاء الله، عشان كده مخبيها. متجوز ست مليانه. ها تعال. ايه يا فندم؟ انت راجل محظوظ. ليه؟ عشان متجوز ست مليانه، دول احسن ستات. بس في مشكله، كان في واحد صاحبي قبل كده متجوز واحده مليانه ونزلت كردون مباني. لا ما تقلقش، تعالى يا حبيبتي انا مظبط مع الحي. مع الحي بتاع المحافظه؟ اه. لا ما ينفعكش معلش. سيبهولي يا محمود اتعرف عليه شويه. طلبتها ونلتها. منورانا. طلبتها وهتنولها. انت غريب يا استاذ في ايه؟ ما تسيب الست ترحب يا اخي. ايه يا محمود في ايه؟ معاك مدام كريمان. اهلا بحضرتك، انا مراد حضرتك. ازيك جوز زينب؟ اهلا اهلا. نفسي اوريكي بقى البروش الالماز اللي انا جبته لها هديه عيد ميلادي. لا ده انت توريهوني بقى. طبعا وريهوني. ده بنص مليون جنيه. آه؟ ايوه نص مليون جنيه. دي تالت هديه اشتريها الشهر ده. الحق، بيقول لك يعني 150 مليون جنيه وتدفعهم. اهرب. ايه في ايه؟ اهرب. في ايه يا ست؟ في ايه؟ ايه المشكله؟ ده انا هقول افرج بقى على العربيه الجديده اللي جبتها لها الشهر اللي فات. كمان عربيه؟ اه. انت في ايه؟ في ايه؟ ايه الفلوس دي كلها يا عم؟ عادي بصراحه انا اغنيه جدا. اه شفت بقول اهو مفيش حاجه بتحصل عشان تبقى فاهم. اهو الحمد لله. ثانيه واحده بس معلش. إيه؟ ارد على التليفون. الو. ايه ايه كله؟ إيه؟ المصنع بتاعي اتحرق. انا فلست. البس. المصنع اتحرق. ده مصنع طفايات حريق. اتحرق ازاي؟ ايه ده؟ انا اسف يا فندم. خلاص الحمد. لا هي هي مش ذنبها، هي مش ذنبها، ده قدر. خلاص ما تضايقش الست. لا يا اخويا ما انت ما تعرفش اللي فيها. اسكت اسكت، انت مش اول واحد. في ايه طيب؟ ما تعمليليش كده، بتضايقني ام الحركه دي. ثانيه واحده، محدش يفتح بقه. الحل الاخير ده سليبنج باج. انتوا رايحين سفاري ولا ايه؟ ثانيه واحده اصلك مش فاهم حاجه. ما تفتحيش باي. انا تعبت طول المصلحه، تعبت من روش يا حبيبي. السلام عليكم. برجلك بقى برجلك. يا لهوي. زي ما انت. ايوه اهو. سلام يا عليكم. يا جماعه المعازيم يا جماعه ارجوكم عايزين نطفي الشوق التورته. يلا يا جماعه عشان عيد الميلاد. يلا يلا يا رجاله. يلا يا رجاله عشان عيد الميلاد. اكننا معازين. ها يعني احنا معزونين هنا ماشي ومن غير ما حد ياخد باله ان احنا اساسا حراميه وبعدين عاملين معازيم. ها يعني احنا اساسا يعني احنا حراميه. تعالى بس احنا عاملين نفسنا معازيم يعني عشان امال فين الواد الرابع بتاعنا؟ فرانكات. يا ده فرانكات. سولش فرانكات. فرانكات بيه. ولا 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 تعالى تعالى يا معلم. ايه اللي اخرك؟ كنت باكل. تكوي البدله دي؟ لا باكل شعري. مش عايزين دوش، احنا كاننا معازين. يلا تعالوا اتفضلوا على البوفيه يا بشوات. يلا بينا. يلا يا حبيبتي. يلا هابي هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو يو.
لا 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 هابي بيرثدي تو يو لا 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 هابي بيرثدي تو يو با با را با را وانزل يا جميل في الساحه والمقطر كده بالراحه لا لا طار يا ام العالي يا مالي قلبي لالي امرك يا جميل قلنا ايه حرامي ياما مالو يا بنتي حرامي ياما مالو يا بنتي قرصني يا لهوي قرصني يا لهوي ايه يا معلم ما تجيبش غير اغنيه فيها حرامي انتهبل مش احنا حراميه ولا 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 عارفه يا حبيبتي احلى حاجه في الضيوف ايه؟ ذوقهم زي بالظبط في اللبس بيلبسوا زي بالظبط لا يا باشا ده تشابه جاكيتات اكتشفنا الله يخرب بيبقى الف الف كل سنه وانتم طيبين ألف كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعلها آخر الأحزان يا رب. إيه؟ ربنا يجعلها آخر الأحزان. إيه؟ ربنا يجعلها آخر الأحزان. مين؟ أنتوا مين؟ إحنا إزاي ما تعرفيش الباشا؟ ده حسام باشا مشترك معانا في النادي. فاكر لما كنا بنلعب تنس وهو عدى؟ مش فاكر؟ لا أنا عمري ما شفته في النادي. ولا أنا والله بروح النادي أصلاً. بنلعب إيه؟ تنس وهو عدى؟ ليه؟ أهلاً سيادتك إحنا كلنا عضوين في النادي يعني. لا ما شفتوش خالص. انا هقولك ما شافكش في النادي بيبقى بشوفه على طول في الجيم يا ابني النادي ما فيهوش جيم ده نادي يخت بنروح الجيم ونركب ميكروباص المطريه نروح النادي يعني بعد ما بنخلص الجيم بنروح النادي سيادتك أيوة. يعني وبعدين بعد ما بنخلص الجيم بنروح النادي حضرتك يعني اهلا وسهلا والله انتوا نورتونا في كل الاحوال اهلا بيكم الله يخليك رحبي بقى بالناس انا هشوف الناس اللي في الجنينه يا حبيبتي اوكي مع الف سلامه مع الف سلامه وانت اللي هتنقذني اهبل اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا بيك تحب اجيب لك ايه تاكيو؟ نعم اجيب لكم ايه تاكيو؟ عايزين مترجم حضرتك يعني يعني انا قصدي عندنا حيويات غربي شيقي تويتا بسبوسه سيزو اكيي هات لنا انيس عبيد اجيب لكم باتونسه ايه؟ انا بنسى ليه؟ انا ما بنساش ده بالعكس بالعكس ده انا بقعد اعيد عشان ما انساش يعني حضرتك يا باتونسه ايه؟ بص هو ايه؟ هنعرف اهو باتونسه ايه؟ ابو قصمات بقصمات من ابو كمون يالا وكل سنه وانت طيبه حضرتك يعني اهلا وسهلا اهلا وسهلا كله بشواتي بشواتي مفيش بيتي فور نولع يا هانم ولا ايه؟ اعياد ميلاد الباشا دايما بيحب يهزر تهريج اعياد ميلاد انزل لم فلوس انزل لم حرامي يما بلاش سيرة اهلا وسهلا كل سنه طيبين وانتوا طيبين طب احنا اتفضلي يا حضرتك يعني اتفضلي يا حضرتك اطبق لي لا 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 ايه يا معلم عايز ايه بصوا احنا هنخلع دلوقتي هنخلع دلوقتي فيلم مسلسل مسرحية ايه طيب كلمتين قل قل انت قل الرهينة اطلع بره يلا اطلع بره يلا يا معلم ركز يعني انا عايز اقول لكم امشوا امشوا عايزين نمشي ايوه بقى تقول لي نمشوا يا معلم امشوا حاضر يا معلم يلا بسرعة بسرعة يلا ما تمشي بطل غباء يلا واحنا بعديهم خمس دقايق نمشي ايه السلام عليكم اهلا وسهلا اه كده هي طبلت بقول لك ايه يا احنا نمشي انت عارف مين ده عمار عمار باشا بتاع الامن العام ده بيدور علينا ايه ده ظابط بس انا امال ايه يعني امال لابس ظابط ليه غريب مش يتنكر احنا نستخبى بسرعه احنا هنخش في الحيطه كده يا باشا خش 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 بسرعه خش بسرعه الو الو ايوه يا فوية يا حبيبتي ايه يا عمار يا حبيبي كلمت حماده اخويا في امريكا ايوه يا حبيبتي كلمته في امريكا كلمته اطمنت عليه قلت له بتقضي يومك ازاي في امريكا يا حماده قال لي مفيش الصبح بركب الهمر وبالليل بقعد مع القمر قال لي انت بتقضي يومك ازاي في مصر قلت له ما تخافش حماده عادي يعني الصبح بركب اللادة وبالليل طبعا مع اختك يا حماده بقول لك
لك ايه يا حبيبتي؟ الشبكه مقطعه، ممكن تطلعي في البلكونه؟ حاضر يا عمار. وصلتي البلكونه يا روحي؟ قاعده في البلكونه دلوقتي. انت في البلكونه دلوقتي يعني؟ حد من القناص هيضربها بسرعه. قويه قويه. ماتت. الحمد لله الحمد لله. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير، انا جاركم الجديد. اهلا وسهلا. عرفت ان عيد ميلاد حضرتك النهارده فقلت اجي اتعرف عليكم. حضرتك متجوز؟ من 5 دقايق كنت متجوز والله. النقيب عمار 20 فرق مكافحه ارهاب، 20 سنه بطل الجمهوريه، 20 شراء مراد الدور الارضي. قصدي حضرتك فهمتيني غلط، ده عنوان الاسم لو في اي بلاغات ولا حاجه. ما تعرفتش بالاخ؟ ده استاذ مياد جوزي. يا نهار اسود. مساء الخير يا فندم. النقيب عمار. ومد ايديه يا محسنين الغرام. ظابط عادي خالص والله. 20 شارع ايه بقى؟ شارع الرحمه. انا وحضرتك هتفضل قاعد فوق؟ مش هتنزل تقعد معانا تحت ولا ايه؟ لا انا قاعد هنا. عامه انا هعديها لك بس عشان خاطر انت ضيفنا. ها ده فرصه سعيده جدا ان احنا اتعرفنا ببعض والله. اهلا بيك. والله انا سعيد. ده انا ازددت شرف. انت مش عارف ده اللي انا لابسه ايه ده؟ ايه ده؟ ده ماكدونالدز. طب يلا يلا ما حدش. ده البيج ماك والله. يلا يلا ما حدش. كان في كرافات كاتش. اسبق في مكانك انت وهو. معلش اصل وانا داخل ركنت العربيه بتاعتي فقفله على العربيه حمراء. عربيتك حمراء؟ لا سيادتك انا عربيتي محموحي. عربيتك انت حمراء؟ لا انا عربيتي فحفح. فحفحي؟ معلش انتوا رافعين ايديكوا ليه؟ سيادتك عيد ميلاد يعني وكنا بنغني. عودوني عودوني عودوني. سيادتك يعني امال انتوا رايحين فين دلوقتي؟ لا مفيش، انا رايح الحمام واخده معايا كورق تواليت يعني حضرتك. استنى عندك، انا شفتك قبل كده. كده ده معاد ابو زعبل خلاص. اكيد شفته في النادي. انت ما تعرفش ده مين؟ ده مين؟ ده حسان باشا يا حلولي. يا حلولي؟ ايوه يا فندم سيادتك حسان باشا يا حلولي. حضرتك انا من احد اعضياء النادي حضرتك. بتشتغل ايه حضرتك؟ ده اكبر مستورد مكن حلاقه في مصر. نوع المكن بتاعك اسمه ايه؟ سيادتك مكن الحلاقه ده مكن مميز جدا. سيادتك ما بتستعملوش؟ لا. ولا سيادتك مثلا ما بتستعملوش؟ اصل المكن بتاعنا ده مميز جدا، وسيادتك كظابط لازم كل يوم تحلق دقنك حضرتك. طبعا. يعني لازم حضرتك يبقى فيه الشكل والهيبه والمنظر، فلازم حضرتك ما بتستعملش المكن اللي انا عندي يعني. اسمه ايه المكن بقى؟ سيادتك ما جاوبتش عليا، بتستعمل المكن ولا ما بتستعملش المكن؟ انا بقول لك اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ انت نسيت اسمه ولا ايه؟ سيادتك حلقوله. مكان حلقوله سيادتك ده نوع هايل حضرتك. انا اول مره اسمع عن الاسم ده. سيادتك ده مكان هايل، لو عاجب حضرتك انا هنزل اجيب لك عينات دلوقتي من العربيه، لو عجبتك نجيب لك بقى المكان كله ان شاء الله. يلا يا دي. استنى عندك. ما بنبقى جنبك بتستنى نلف وتقول استنى. انتوا ما اكلتوش حاجه؟ سيادتك احنا كنا بنشمر يعني عشان ناكل. سيادتك عايز نجيب لك ايه؟ نجيب لك نيسي باين ولا ايه؟ جيب لك ايه؟ انا هاكل اي حاجه، تورته اي حاجه. سيادتك هنجيب لك اللي انت عايزه. صوابع زينب. والمدام اسمها مدام زينب. اصل انت هتاكل صوابعها. اعياد ميلاد. هزار اعياد ميلاد. انتوا اساميكم الحقيقيه ايه؟ يا دونجل يا معلم تمساح، يا معلم تمساح، يا دونجل يا معلم. في ظابط، انتوا لسه ما مشيتوش؟ في ظابط وربنا ومفيش خدامه. والله في ظابط اقسم بالله اهو، عشان تبقى تصدق بس ان هو الظابط اهو. اركن لي على جنب يا حبيبي. والله ما بعرف اسوق. يا باشا ثانيه واحده، انا عرفت يوجي ده. يوجي ده لو اسمه تمساح يبقى هو الحيامي بتاع البيوت. كله يثبت مكانه، محدش يتحرك، الوطن كله محاصر، محدش يتحرك، المكان كله محاصر. بقولك وقف لعبتك القاصرة دي. مش عارف اوقفها، مش عارف اوقفها. ما بيعرفش يوقف، ما بيعرفش يوقف. المكان كله محاصر، اي حد هيتحرك هموته. هنموت كلنا. هنموت كلنا. هنموت كلنا. لو سمحت يا فندم اديني دقيقة واحدة وانا هتصرف. اتفضل. تمساح؟ ايوه. اعترف انه اسمه تمساح خلاص. سيادتك اهلا وسهلا. اخيرا وياتي يا تمساح.
سنة كاملة الداخلية بتدور عليك. طب سيادتك سنة كاملة بتدور عليا، لو كلمتوني هرد عادي يعني سيادتك. وعموما يعني بعد سنة سيادتك مش عارفين تمسكوني، واللي وقعني الأستاذة زينب، ويا ريت زينب بس ده اللي وقعني صوابع زينب.